بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية كان الكلام في تفسير قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، إلى قوله تعالى: فقد ضل ضلالا بعيدا. قد تكلمنا على أول هذه الآية: لا خير في كثير من نجواهم، وانتهى بنا الوقت إلى آخر الآية: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يفعل ذلك، أي ما سبق ذكره في الآية من الأمور التي استثناها الله جل وعلا من عدم الخيرية: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقوله ومن يفعل ذلك، أي هذه الأشياء ابتغاء مرضات الله، أي لا قصداً لطمع في دنيا أو جاه أو رياء أو سمعة. فمن أخلص هذه الأعمال لله عز وجل يبتغي بها وجه الله جل وعلا، فإن الله وعده بقوله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالله جل وعلا عظم له الأجر، وعده بتعظيم الأجر، ولم يحدده جل وعلا، لأن فضله عظيم. فهذا دليل على فضل هذه الأعمال المذكورة في هذه الآية. ثم قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي من كان نجواه وكلامه في مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مخالف لما قبله من المتصفين بالصفات الخيرية. ومعنى مشاقة الرسول مخالفته ومعصيته، وذلك بأن يكون في شق، والرسول صلى الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر، يكون خارجا عنها ومتبعا لهواه وشهوة نفسه، أو يكون مطيعا لغير الرسول صلى الله عليه وسلم في معصية الله عز وجل. فهذا هو الشقاق والمشاقة والانعزال عن مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه ومصاحبة أهل الخير المطيعين للرسول صلى الله عليه وسلم، وانحياز منه إلى أهل الضلال. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يخرج بهذا من حصل منه مشاقة أو مخالفة عن جهل،
فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الجاهل حتى يتبين له الهدى والحق من الباطل، فإذا أصر على ما هو عليه فهذا دليل على خبث طويته وأنه لا يريد الحق، من بعد ما تبين له الهدى. ثم قال جل وعلا: ويتبع غير سبيل المؤمنين. أولا أنه شاق الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه، وثانيا أنه اتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا شيء آخر. فإذا كان الدليل واضحا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسع المؤمن أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وهما الأصلان اللذان يرجع إليهما. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا لم يكن هناك دليل من الكتاب ولا من السنة، ولكن أجمع المسلمون على حكم من الأحكام، فهذا هو الأصل الثالث من أصول الأدلة، وهو الإجماع. فلا تجوز مخالفة الإجماع المسلمين. وهذه الآية من أدلة حجية الإجماع، وأن من خالفه فإن الله سبحانه وتعالى توعده بالوعيد الشديد. والإجماع على قسمين: إجماع قطعي، وهو الإجماع القولي، ومعناه أن يجتمع علماء المسلمين على قول واحد في تحليل شيء أو تحريمه، فإن هذا حجة قاطعة لا تجوز مخالفته، من خالفه فهو كافر، لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.